خلال استقباله وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على أمن واستقرار لبنان. التعليم العالي تنفي شائعة فصل أيام الحضور بين الطلبة والطالبات في الجامعات بدءا من العام الدراسي المقبل. الأجهزة الأمنية توجه حملة استهدفت مركز القوصية بأسيوط لإبادة زراعة المواد المخدرة. استقبل صباح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، مشددا على حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، ومثمنا دور جنبلاط العروبي للحفاظ على الاستقرار والتوازن في لبنان. ومن جهته أكد جنبلاط حرص لبنان على تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط لبنان ومصر، معبرا عن تقديره للجهد المصري في دعم لبنان في كافة المجالات، وكذلك كركيزة محورية وضامن أساسي لحفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل. اختتمت فعاليات المهرجان الدولي 12 للموسيقات العسكرية سباسكيا تاور الذي استضافته العاصمة الروسية موسكو، وشارك فيه الفريق السيمفوني العسكري المصري ضمن فرق من 13 دولة من مختلف قارات العالم لعرض مقتطفات من تراثهم الثقافي والفني، وحصد الفريق المصري المركز الثاني على مستوى العالم بعد فريق جمهورية الصين الشعبية في مسابقة التصويت لأفضل فريق. المزيد في سياق هذا التقرير. اختتمت فعاليات المهرجان الدولي 12 للموسيقات العسكرية سباسكيا تاور الذي استضافته العاصمة الروسية موسكو، وشارك فيه الفريق السيمفوني العسكري المصري ضمن فرق من 13 دولة من مختلف قارات العالم لعرض مقتطفات من تراثهم الثقافي والفني، وتقديم رسالة للمحبة والتسامح والسلام بين شعوب الإنسانية. ووسط أجواء مبهرة امتزجت فيها المعزوفات الموسيقية الشرقية والغربية، قدم الفريق المصري العديد من العروض ومقطوعات من أشهر الأغاني الوطنية والألحان الروسية القديمة مصحوبة بتشكيلات حركية متقنة، قوبلت بعاصفة من التصفيق من قبل الجماهير المتابعين للحفل الختامي. وصاحبت الجماهير والجاليات المصرية والعربية بموسكو الفريق المصري خلال فعاليات المهرجان، كما أعربت الجماهير الروسية عن سعادتها وإعجابها بمشاركة الفريق المصري بزيه الفرعوني المميز والذي يعبر عن عراقة مصر وحضارتها الممتدة عبر التاريخ. وللموسيقات العسكرية المصرية سجل حافل، حيث حقق الفريق السيمفوني العسكري شهرة واسعة على المستوى الدولي، كما حصد الفريق المصري المركز الثاني على مستوى العالم بعد فريق جمهورية الصين الشعبية في مسابقة التصويت لأفضل فريق، وذلك نتيجة للمساندة الواسعة التي قدمتها الجماهير المصرية والعربية والأجنبية خلال فعاليات المهرجان، مما يعكس النجاح الواسع الذي حققه الفريق المصري ويؤكد مكانة الموسيقات العسكرية المصرية في مختلف المحافل الدولية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله بشأن جمع تبرعات من العاملين بالخارج لتمويل مؤتمرات وزارة الهجرة مع الجاليات المصرية، وأكدت الوزارة أنها ملتزمة بتمويل كافة الفعاليات والمنتديات التي تعقدها في إطار دورها المنوط به لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم.
نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء ما تم تداوله بشأن فصل أيام الحضور بين الطلبة والطالبات في الجامعات بدءاً من العام الدراسي المقبل، وأكدت وزارة التعليم العالي أن نظام الحضور بجميع الجامعات لم يطرأ عليه أي تغيير وفقاً للقواعد المنظمة لهذا الشأن. ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة مصنعاً دون ترخيص لإنتاج خراطيم الغاز والهواء بالقاهرة. المزيد في سياق هذا التقرير. مالك مصنع دون ترخيص لصناعة وإنتاج خراطيم الغاز والهواء بالقاهرة. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيامه بإنتاج وتصنيع خراطيم الغاز والهواء من خامات مجهولة المصدر وتعبئة المنتج النهائي في عبوات مدون عليها أنها مصنعة في إحدى الدول الأوروبية تمهيدا لطرحها بالأسواق، مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. الإدارة نجحت في ضبطه، وعثر بالمصنع على نحو 22 ألف متر من الخراطيم منتج نهائي مدون عليها بيانات خلافا للحقيقة تفيد أنها مصنعة بالخارج، إضافة إلى ضبط أكثر من 6 أطنان مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر. الإدارة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المضبوطات وصاحب المصنع في وقت تواصل فيه حملاتها للتصدي لجرائم الغش التجاري ومافيا السلع الفاسدة. وجهت الأجهزة الأمنية حملة أمنية استهدفت منطقة القصير شرقا بدائرة مركز شرطة القصية بأسيوط لإبادة الزراعات المخدرة. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. توجه أجهزة وزارة الداخلية ضربات متواصلة ضد تجار وحائزي المواد المخدرة، وتعمل وبحسم على تجفيف منابع المخدرات بما يحافظ على الشباب من الوقوع فريسة للإدمان. من هنا انطلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة والجريمة المنظمة بحملة أمنية مكبرة أتت بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وبمشاركة قطاع الأمن المركزي ومديرية أمن أسيوط. حملة استهدفت إحدى المناطق بأسيوط لضبط العناصر الإجرامية الخطرة المتخصصة في زراعة نبات القنب المخدر أثمرت عن تحقيق نتائج إيجابية من خلال ضبطها 8 من العناصر الإجرامية المستهدفة وضبط نحو 6 أفدنة منزرعة بنبات القنب المخدر ومخزن به 0.5 طن من البانجو، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع مواصلة العمل لاستهداف هذه الزراعات وإبادتها وضبط القائمين عليها.